طيب انا كريت فولدر يا ولاد جوه الميوزك واسميه بانا سويف باش كومان. وافتح التيرمينال هنا يا ولاد واتاتش فايل وليكن اتاتش مثلا لكريبتشر وان. طيب علشان اخلي الفايل ده ولاد يحصل له ران او يبقى كأنه كوماند، يعني انا لو عملت هنا دلوقتي ال اس يا ولاد وجيت عملت كات لكتشر 1 ده هيطبع الفايل. انا عايز اخلي بقى الفايل ده كأنه كوماند بيترن على التيرمينال، فانا هنا لازم اعمل له ch mod بلس اكس وادي له عنوانه وانت ان انا خليته كده اكسكيوتابل يا اولاد سواء بيوزر بلس اكس او بلس اكس، يعني ايا كان الكوماند اللي احنا بنستخدمه بلس اكس هتديهم كلهم، هتدي للاذر والجروب وال واليوزر اكسكيوت، انما بلس اكس يو بلس اكس هتدي لليوزر بس. واحنا عشان نفتكر البرميشن يا اولاد لو تفتكر يا اولاد احنا كنا بنسال نفسنا سؤال، مين اليوزر اللي عامل لوجن مينا؟ طب مين الفايل اللي عايز يشغله؟ لكتشر 1. طب مين الاونر بتاع لكتشر 1؟ مينا. هل مينا هو الاونر؟ لو هو فهياخد البرميشن بتاع اليوزر صح. لو كان مينا مش هو الاونر بس مينا عنده جروب هو الاونر جروب، يعني مينا ممبر في الجروب ده، فساعتها هياخد الجروب بيرميشن. انما لو مينا مش هو الاونر ولا هو ممبر في الجروب اونر يبقى بالتالي هياخد الاذر بيرميشن. فبما ان مينا هو الاونر بتاع الفايل ده فانا مفيش مشكله ان ادي لليوزر بس اكسكيوت لان مينا هياخد البيرميشن ده صح كده. طيب علشان نرن الكوماند ده يا اولاد لازم ارنه بعنوانه. لو انا كتبت لكتشر 1 ودوست انتر هيقول لك انا مش فاهم ايه لكتشر 1 ده. فانا لو جيت دلوقتي انا واقف جوه بني سويف باش كوماند، فعشان ارنه بعنوانه فهقول دوت سلاش لكتشر 1. خلينا بس نفتح لكتشر 1 ونعمل اي حاجه تانية غير ال ls عشان تبقى واضحه. طبعا هنكتب الجملة الشهيرة بتاعتنا I love A Windows and I hate A. I love Windows. يا نهار اسود مميز بسرعة. نجحت في اللينكس ازاي؟ لا ده احنا نجيبه تاني ونسقطه. طيب لو دوست دلوقتي كده رنيت يا اولاد الفايل ده بعنوانه هنلاقيه راح طبع لي اي لاب لينكس عند اي هيت ايه ويندوز. طيب حطيت الكوماند بتاع ليكو جوه الفايل. فلما جيت اشغل لكتشر 1 نفذ الكوماند صح كده ولا لا؟ تمام. كلام جميل لغايه هنا. طيب افرض بقى انا ما كنتش واقف جوه الفولدر ده، يفرض ده ما كنت شوية جوه الفولدر مثلاً. انت واقف مثلا في الهوم مثلا، فانت لو جيت تشغل لكتشر 1 مش هتلاقي لكتشر 1 ده اصلا صح. فانت هنا لازم تشغل لكتشر 1 ده بعنوانه كاملة صح كده ولا لا؟ طيب حد بقى يسألني سؤال. لو انا عايز اشغل مثلا كوماند زي هيد
هل انا كنت بكتب عنوانه ولا كنت بكتب اسم الكوماند؟ يعني انا كنت المفروض يا اولاد اعمل ويتش هيد، فانا كنت المفروض يا اولاد اعمل كده سلاش يوزر هل انا بقى يا اولاد لما كنت برن هيد كنت لازم ارنه بعنوانه ولا كنت برنه باسمه عادي؟ كنت برن باسمه عادي صح؟ طب تفتكروا ده ليه؟ احنا اخدنا الكلام ده في لينكس، انا اللي اديتكم لينكس صح؟ صح يا هندس، تقريبا عشان مش جوه اليوزر بن او مش جوه الفايل بتاع الكوماندس. ماشي، بس احنا قلنا ان احنا في طريقه تانية ان احنا نخلي فيها الكوماندس متعرفه. نعمل في باش في البي اس 1 كده. لا الباش ار سي ده فايل، الباش ار سي لا، بس الباش ار سي ده فايل بيحصل له ران لما التيرمينال بتشتغل. بي اس 1 دي بتاعه البرومبت، كان في انفايرمنت فاريبل اسمه باس لو تفتكروا صح. لو احنا عملنا ايكو علامه الدولار باس فنلاقي ان الفاريبل اللي اسمه باس ده يا اولاد في كل العناوين اللي ينفع انت كيوزر او اللي فيها كل الكوماندز اللي انت ينفع ترنها. فانا عرفت ارن الهيد باسمه لان سلاش يوزر سلاش بن موجود هنا جوه الانفايرمنت فاريبل اللي اسمه باس، صح كده ولا لا؟ هاي يا ولاد صح؟ تمام معلش طيب ايه رايكم بقى لو انا جيت رحت قلت ان الباص هيكوال قيمه الباص القديمه وعملت كولوم وكتبت العنوان كده سلاش هوم سلاش بينا سلاش ميوزك سلاش، خلينا نحطه على الترمن عشان نكمله. بانس ويف كوماند كده انا حطيت الفولدر بتاع بانس ويف يا اولاد باش كوماند ده في الانفايرمنت فاريبل باس ولا لا؟ كده اني فايل اي فايل او اني اكسكيوتابل فايل ان بان سويف باش كوماند فولدر can run it using name only صح؟ صح كده يا ولاد؟ تمام. يبقى انا رحت يا ولاد عملت الاول ميك داير، بعد كده عملت في اي، الكتشر 1 حطيت فيها ايكو مثلا هلو، بعد كده سيفت صح. بعد كده رحت جيت عملت سي اتش مود يوزر بلس اكس كده. الفايل ده هيترن using boss can't run it using name because in الفولدر ده
مش موجود في الباس انفايرمنت، صح يا اولاد؟ صح كده؟ حد متضايق لغاية هنا كده يا ولاد؟ زي الفل. طيب الفكرة بقى كلها، أنا لو جيت دلوقتي يا ولاد عملت إيكو للباص، هنلاقي إن بانش ويف ان باش كوماند اتحط، فانا ينفع دلوقتي اعمل لكاتشر 1 باسمه ولا لا؟ طيب صح كده؟ زي الفل. بس انا لو قفلت التيرمينال دي يا ولاد وفتحت التيرمينال تاني، لو جيت عملت لكاتشر 1 هيشتغل؟ لا. ليه؟ لان لو عملت حضرتك ايكو علامه الدولار باص كل سنه وانت ايه، كل سنه وانت طيب، صح؟ فاحنا عايزين كل مره، كل مره نفتح اي تيرمينال نحط الانفايرمنت فاريبل باص ده، نحط فيه الداتا دي، صح كده ولا لا؟ فاحنا عايزين كده نروح نلعب في مين؟ في البشر سي، صح؟ انا هاجي في البشر سي يا اولاد واجي في اخر سطر واحط السطر ده. حد كده متضايق؟ ها، كنت ممكن اعمل حركه لطيفه يا اولاد، كنت ممكن اعمل كده ايكو واعمل ريدايركشن على الباش ار سي، صح كده؟ لو عملت تيل ماينس 1 هنلاقي ان الفايل بتاعي اتحط فيه ايه، السطر كاملة، صح كده ولا لا؟ حد كده متضايق؟ لا تمام. طيب لو جيت اشغل دلوقتي هيشتغل؟ لا. ليه؟ لان باش ار سي دلوقتي اولا انا عدلت فيه، بس انا شغلته تاني ولا هو كده شغال القديم؟ القديم. فانا لازم اقفل التيرمينال واشغلها تاني. ساعتها لو عملت لكتشر 1 يا اولاد هنلاقيه اشتغل كده. انا اي فايل هعمله جوه البنش ويف باش كوماند وهديله اكسكيوتابل هينفع اشغله باسمه فقط، صح كده ولا لا؟ صح كده ولا لا؟ تمام. هنكلوز التيرمينال زي الفل.
انا بقى ممكن اجي اقسم الصفحه بتاعتي نصين كده واجي افتح الفايل ده كده اهو. طيب خلينا بس نفتح الجي اي دقيقه. طيب عارف منين يا اولاد في حاجه غريبه هنا؟ هو عارف منين ان اللي جوه الكلام ده هو باش او لينكس؟ فعرف رنه وشغله تمام. عارف منين؟ والله هو في الحقيقه ما عرفش. هو بالصدفه يا اولاد الديفولت شيل عندي ايه؟ باش صح؟ فبالتالي يا اولاد هو باي ديفولت بينفذ بالشيل بتاعته. فبما ان انت كتبت كوماند باش فهو لقى ان الديفولت عايز يشغل الكوماند ده. يعني بمعنى صح يا اولاد لو انا عملت كومنت للكلام ده وجيت عملت هنا، يعني ايه كومنت؟ يعني بلغي تاثير ان الكوماند ده ان السطر ده يتنفذ، بهمشه. لو انا جيت عملت برينت 10 يا اولاد، هل في امر اسمه برينت جوه لينكس؟ لا، برينت 10 دي مثلا موجوده في البايثون. فانا لو جيت رنيت الكاتشر 1 هلاقيه ضرب ايرور صح كده ولا لا؟ لان يا اولاد جه يشغل الفايل ده بالديفولت شيل بتاعته ما عرفش يشغل صح كده ولا لا؟ طيب تاني حاجه، الفايل ده اولاد ليه اكستنشن؟ هو ما فيش اكستنشن. طيب بص كده اولاد، لو انا عملت حاجه اسمها الماجيك لاين، بص كده عملت ويتش بايثون 3، قال لي بايثون 3 موجود في المكان الفلاني. ايه اللي حصل لو ضفت الفايل؟ هو تقريبا في ديلاي يا باشمهندس، في ديلاي كبير. اه بسيط يعني مش كبير. طيب لو في ناس عندها دلي كبير وناس عندها دلي بسيط يبقى المشكلة عندهم في النت بقى، لكن لو عند كل الناس دلي كبير يبقى عندنا. طب انتوا كده شايفين الجي اي وشايفين الفايل؟ هو الحاجة بتظهر يا باشمهندس بعد ما حضرتك بتقولها. ما هو ماشي يعني ده طبيعي، بس هل بدلي كبير ولا بدلي معقول؟ ايوه يعني مثلا عندي كده حوالي 5 ثواني كده مثلا على ما بتظهر. عند كل الناس يا اولاد؟ ايوه الحمد لله. هل الدليل ده كان موجود من اول اليوم ولا لسه ظاهر دلوقتي؟ ظاهر دلوقتي. لا لسه دلوقتي. طب ماشي ادوني ثانيه كده. طيب سامعني كده يا اولاد؟ اه تمام سامع حضرتك. ادلي كده انا كده افتح فايل
هو فتح التيرمينال على الشمال دلوقتي. تمام. طيب كده فتحت الجي اي. لسه ظاهرة. هو كده الفايل اتغير بالظبط صح؟ طيب لو شلت كلمة بايثون 3 وكتبت كلمة باش هنلاقي ان الفايل اتغير لإيه يا ولاد؟ بقى executable تقريبا بقى يعني باش. شكله اتغير شكله اتغير بقى باش صح؟ تمام. حتى لو انا في الليتشر 1 ده يا ولاد كنت عامل دوت اس اتش فكده الاكستنشن معناه ان هو باش. لو انا جيت دلوقتي غيرت ده البايثون 3 انا اسف راح كريت فايل جديد عشان انا غيرت اسمه صح؟ لو انا غيرت بايثون 3 ده اولاد الجي اي ما تغيرش صح؟ حتى لو احنا خرجنا كده ما تغيرش بس هو الانتربريتر هنا ايه؟ بايثون 3 صح؟ بصوا كده اولاد ايه اللي هيحصل؟ البايثون اشتغل ولا لا؟ مع ان شكله في الجي اي ايه؟ باش بس انا نديت الانتربريتر ايه؟ بايثون صح؟ وصل كده اولادنا؟ مرة تاني معلش انا ايه؟ الحتة دي تاني بس حاضر. انا هندسة اول سطر في الفايل في حاجة اسمها الماجيك لاين. الماجيك لاين ده بتحدد فيه الانتربريتر بتاعك حلو كده. انت حددت بايثون يبقى الفايل هيبقى بيترن بالبايثون. انت حددت باش الفايل هيترن بالباش بغض النظر حتى لو الجي اي انت عامل اسمه دوت اس اتش فالجي اي كده فاهم ان ده باش صح. طب لو انت عامل دوت بي واي الجي اي ده فاهم ان هو ايه؟ بايثون 3 بايثون. انت بقى في جوه الفايل عامل ايه؟ جوه الفايل باش. لو جيت تشغله عادي الدوت بي واي اهو يا اولاد. لو انا جيت اشغله هل هيقول لي لا ده اسمه دوت بي واي انا ما اعرفش الانتربريتر ده ولا الاكستنشن هنا بالنسبه لنا ده مجرد اسم؟ لا مجرد اسم صح كده. حد كده متضايق يعني هو كده هندسه معتبره باش هو مش معتبره بايثون صح بس الجي اي معتبره ايه؟ تمام. والجي اي عامله على هيئه بايثون بس هو من جوه هو باش صح كده كلامك مظبوط. تمام. فاحنا عندنا الاكستنشن دي بالله تشرب بيها ميتها صح كده ولا لا؟ ملهاش لازمه اصلا ده جزء من الاسم صح كده ولا لا؟ لو انت ما عملتلوش من غير اكستنشن خالص ساعتها لو انت ما عملتش من غير اي اكستنشن الجي اي هيعرف ان مفيش اكستنشن فيروح ياخد لك اول سطر ويعمل لك هو الشكل بتاعه. فاهم قصدي؟ وصلت؟ تمام يا هندسه. حلو. طيب تعالى بقى ايه نشتغل بقى بالاوك. لو احنا عملنا اوك كده يا اولاد وجينا عملنا كده
وهنا عملنا سلاش etc سلاش بس وسيبنا، وجينا عملنا الكتشر رن رنناه هنلاقيه اشتغل صح. لاحظ بقى، خلي بالكوا يا اولاد، لو انت نسيت السبيس هنا وجيت رنيت السكريبت هتلاقي في هولدنج للتيرمينال كده، فتخلي بالك ان انت ما تنساش السبيس هنا. طيب لو عملت كده داش اف كولوم يا اولاد عمود الاولاني هتلاقي الدنيا شغالة. لو نسيت السبيس هنا هتلاقي برضك حصل هولدينج، فما تنساش السبيس هنا يا اولاد وما تنساش السبيس هنا. طب لو عايز تعمل ده كومنت، الكلام ده من اكتر من سطر صح، عايز اعمل مالتي كومنت بعمل كده. كده انا خليت الكلام ده كله كومنت، حلو كده. حد كده لغايه دلوقتي متضايق؟ طيب تعالى بقى نعمل اوك. طيب احنا قلنا اللي جوه كل براكت ده يا اولاد ايه؟ قلنا بيتنفس كل سطر صح كده ولا لا؟ مش انا ممكن اجي دلوقتي يا اولاد اعمل كده، اعمل اف كونديشن واجي اقول له لو الان ار بت ايكوال ايكوال 2 اعمل لي برنت للدولار زي كده، ايه اللي هيحصل؟ تفتكروا ايه اللي هيحصل كده؟ كده الاوك هيفضل يفول لوب على سطر سطر، اول ما الان ار هتكون بت ايكوال 2 ايه اللي هيحصل؟ هيتبع السطر صح كده ولا لا؟ فكده كانك طبع لك السطر الكام تاني صح؟ طب افرض انا عايز اقول له اطبع للسطر التاني والتالت، كل اللي انت هتعمله هتقول له ايه؟ لو ال n r بت equal equal 2 او ال n r بت equal equal 3 يعمل برنت زيرو، كده هيطبع لك 2 و 3 صح كده ولا لا؟ طبعا لك 2 مرتين عشان راح نفذ ده صح. ممكن نيجي نعمل له هنا ده كلمات كده كومنت، حد كده من ده يا اولادنا؟ فانت لو كده نفذت هينفذ لك الثاني والثالث. حد متضايق؟ لا تمام. طيب نعمل ده كومنت برضك، وتعالى ناخد الكلام ده كده كبي ونطلع بالكلام ده كده فوق ونكتب من اول هنا. طيب افرض قال لك عايزك تديسبلاي from 5 to 10، عايزك من 10 ل 15 بس، فانت ممكن تقول له هنا ايه؟ احنا هنطبع ال ان ار كوما علامه الدولار زي، وهتقول له لو ال ان ار يا اولاد اكبر من او يساوي الخمسه، وكمان ال ان ار اقل من او يساوي ال 15 اعمل لي طباعه رقم السطر و والسطر ذات نفسه، هنلاقي طبع لي 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 لغايه 15 صح كده ولا لا؟ اه تمام. كلام جميل لغايه هنا؟ زين كلام جميل. نعمل لده كومنت كمان، يعني هندسه هو كده كمل اللوب هو مع نفسه بس ما عملش برنت، هو عمل الله ينور عليك صح كده صح كده، هو بيكمل اللوب مع نفسه بس ما بيعملش برنت، هو بيبرنت هيبرنت لو الاف كونديشن دي اتحققت صح كده. تمام. طيب
طيب افرض بقى انا عايز اقول له اطبع لي كل النورمال يوزر. كل النورمال يوزر اولاد الاي دي بتاعهم ايه؟ اكبر من الالف، اكبر من او يساوي الالف، صح كده ولا لا؟ اه. فانت ممكن تيجي تقول له هنا الاي دي بقى هنا نعمل كونديشن على ايه؟ عايزين نعمل كونديشن على العمود الثالث صح؟ لان هو اللي في الاي دي. لو العمود الثالث اكبر من الالف، اكبر من او يساوي الالف، هنقول له برينت الدولار زيرو. كده هيطبع لنا كل اليوزرز اللي اكبر من الالف صح؟ في رقم كبير قوي كده ممكن نقول له لازم يكون الاي دي اكبر من الالف واقل من الخمس تلاف عشان الراجل ده ما يجيش معانا. كده جاب لك كل النورمال يوزر صح كده ولا لا؟ حد لغايه دلوقتي متضايق كده يا اولاد؟ لاحظ ان انت لازم تكون مفعل الداش اف هنا علشان على العمود الثالث ده. لو انت شلت الداش اف دي هتلاقي الدنيا باظت صح كده ولا لا؟ كلام جميل؟ كلام جميل زي الفل. لغاية هنا الدنيا تمام زي الفل. طيب ايه تاني؟ طيب ايه رأيكم لو انا عايز اشيل كل ال ال بي واحط ماي ال بي؟ نرجع للرسمة. هذه الصفوف والأعمدة يا أولاد تديكوا شكل إيه في الأري؟ Two dimension array صح؟ No, two dimension. Two dimension array صح؟ ده نفس شكل Two dimension array بالضبط صح كده ولا لأ؟ مجموعة من الصفوف ومجموعة من الأعمدة صح؟ أنت عشان تيتريت أو تلف على الصفوف والأعمدة يا أولاد كنت بتعمل كام لوب؟ اتنين لوب. طيب لو انت عايز تلف على عمود عمود يبقى انت مضطر تعمل تو لوب. لوب بتلف على صف صف ولوب بتلف على عمود عمود صح؟ طب انا الأوك بتعمل لي لفة صف صف، يبقى انا عايز اعمل لفة عمود عمود ولا لأ؟ ليه؟ علشان انا عايز امسك كل عمود واشوفه هو بقل بي ولا لأ صح كده ولا لا؟ تمام. طيب تعالى بقى نكتب بجن ونكبر الموضوع شويه صغير. احنا عملنا بجن يا اولاد او مش هنحتاجها والله. احنا ممكن نعمل ايه دلوقتي يا اولاد؟ نعمل فول لوب هنا. لما i بت equal 0 صح؟ تفتكروا هنلف لغاية ايه؟ اللفة دي لفة الأعمدة أولادها؟ هنلف لغاية ايه؟ طول ما ال i أقل من number of field، طول ما ال i أقل من أو يساوي عدد الأعمدة هنفضل نلف. هنعمل بعد كده i بلس بلس. طيب البشوات اللي قاعدة معايا، شيل البجن دلوقتي مش عايزينها دلوقتي. البشوات اللي قاعده معايا هي الاعمده اولاد بتبدا من الواحد ولا من الزيرو؟ نعمل واحد. من الواحد يبقى عايزين نغير ده نخليه واحد صح؟ بعد كده احنا عايزين نعمل ايه يا اولاد؟ انا عندي العمود ذات نفسه هو دولار واحد او دولار اتنين او دولار تلاته او دولار اربعه صح؟ مش هو هو ده الدولار اي؟
مع الاي هتتغير بواحد واثنين وثلاثة واربعة صح؟ صح. فانا هسأل هنا دلوقتي يا اولاد لو العمود اللي انا مسكه دلوقتي بيكوال ايكوال كلمة ال بي هغير قيمة العمود اللي انا مسكه دلوقتي لماي ال بي صح كده؟ تمام حلو ولا ايه؟ طيب انا عايز اطبع بقى السطر، تفتكروا اطبع السطر بعد ما لف كل الاعمدة ولا مع كل عمود اطبع؟ انا عايز اغير كل عمود وبعد كده اطبع السطر بعد التغيير كله صح؟ فانا عايز ابرنت هنا صح كده ولا لا؟ طيب تعال نجرب تعال نشوف الكود ده هيشتغل ولا لا. لو رنينا كده يا اولاد هنلاقيه غير لي كل ماي ال بي يا اولاد كل ال بي الماي ال بي صح كده ولا لا؟ ماشي حلو، بس في مشكله الاوتبوت طالع مش زي الكولوم ده صح؟ الاوتبوت السيبريتور بتاعه سبيس صح؟ اه مش مظبوط. طيب قال لك بقى في حاجه هنا لطيفه. طب احنا عملنا بيجن هنا يا اولاد، ينفع ندي البيجن ده بقى شيل الداش اف دي خالص يا اولاد ونشتغل، تعالى بقى نشتغل بالشغل النظيف. قال لك انت في حاجه هنا في البيجن، في حاجه اسمها الفيلد سيبريتور هي ايكوال كولوم، وفي حاجه اسمها يا اولاد الاوتبوت فيلد سيبريتور هي ايكوال كولوم برضك. بصوا لو خلينا الاوتبوت فيلد سيبريتور علامه الكوما هنلاقي ماي ال بي كوما اكس كوما صح، بقى في حاجه اسمها الفيلد سيبريتور والاوتبوت فيلد سيبريتور. وصل كده يا اولادنا ولا لا؟ هي فين بس مش من تمام. كده انا ظبطتها بقت كولوم وكولوم كولوم كولوم، خليت الاوتبوت فيلد سيبريتور بكولوم عشان انا عايز يطلع الاوتبوت بالكولوم. وصل كده اولادنا؟ شايفين الهري اللي انا هريته ده؟ في فانكشن جاهزه اصلا جوه الاوك بتعمل كده، بس انا حبيت نكتبه كود. فانت في اللاب عايز تحل بتعمل تكست بليسمنت ده تمام. في اللاب عايزك تستخدم الطريقتين، كود اللي احنا كتبناه والفانكشن الجاهز دور عليه. طيب لو انا جيت قلت لك يا هندسه انا عايزك تجيب لي اكبر يوزر اي دي هتعمل ايه؟ هتقولي سهل يا باشمهندس مينا، انت لو قاعد في اوضه وعايز تجيب اكبر يوزر اي دي فانت هتعمل ايه؟ هتجيب ورقه فاضي صح؟ انا عندي مجموعه من الطلبه هم يا اولاد هجيب ورقه فاضيه يا اولاد صح؟ الاول فيها صفر صح، بعد كده همسك اليوزر الاولاني ده واساله هل انت الاي دي بتاعك اكبر من الصفر؟ الاي دي بتاعه بواحد صح، هلاقيه اكبر من الصفر فهعمل ايه؟ همسح الصفر ده يا اولاد واحط الواحد صح. فانا عملت اف كونديشن لو اليوزر الاي دي بتاعه اكبر من الورقه هحط قيمه اليوزر في الورقه صح كده ولا لا؟ تمام. وهمسك اللي بعده نفس الكلام واللي بعده نفس الكلام. طب افرض اللي بعده ده مثلا بسالب 2، طالما سالب 2 يا اولاد يبقى مش هحط قيمه اليوزر في الورقه صح، هسكب. فانا عايز اعمل نفس الكلام، قيمه اليوزر اي دي يا اولاد موجوده فين؟ في العمود الثالث صح كده ولا لا؟ يعني انا عايز استخدم الباش اف كول، فانت عايز تقول له اف كونديشن. اه
عايزين نعرف الفاريبل اللي هو هيبقى الورقه الفاضيه يا اولاد صح. فاحنا عايزين قبل ما نبدا اللوب هنعمل بيجن هنعرف ان الفيلد سيبريتور بتاعي بي ايكوال كولوم وهنعرف فاريبل اسمه ماكس بي ايكوال 0. حد كده متضايق؟ دي الورقه الفاضيه بتاعتي. بعد كده هنسال سؤال، هل العمود الثالث اللي انا ماسكه دلوقتي اكبر من الماكس؟ لو هقول له حطه في الماكس العمود الثالث. طيب السؤال بقى يا اولاد، هل لو انا لفيت على الراجل ده ولفيت على الراجل ده ولفيت على الراجل ده ينفع اطبع قيمه الورقه ولا لسه فاضل لي لفه كمان؟ ها فاضل اخر لف. حلو، يبقى احنا ينفع نطبع قيمه قيمه الورقه دي يا اولاد واحنا بنلف ولا عايزين نطبعها بعد ما نخلص لف؟ لا بعد ما نخلص اللوب صح كده. فانا هاجي في الاند هنا يا اولاد صح، لان انا مش عايزها وانا بلف صح، مش عايزها في البادي. فانا هاجي وانا بلف هنا يا اولاد هعمل ايه؟ هقول برنت الماكس هنلاقي الماكس ده ولا لا. حلو، لو احنا عايزين نعمل الكلام ده يا اولاد بالتيرمينال ممكن نعمل ايه؟ قالك ممكن نعمل sort داش تي كولوم. انا عايز اعمل فاصل بين كل عمود والتاني هو الكولوم، عايز العمود ارتب على اساس العمود التالت وعايز ارتب ارقام. وبعد كده هاخد هيد او سوري تيل ماينس 1 على ما اعتقد. بعد كده يا اولاد هعمل كات العمود الثالث، او كنت ممكن اريح نفسي اعمل كات للعمود الثالث من الاول. سلاش اتس سلاش بس. بعد كده اقول له سورت داش ان يعني رتب ارقام. بعد كده اقول له هات لي اخر واحد، كان هيجيب لي التيل ده ولا لا يا اولاد؟ هي ولا لا؟ هو انا في الفايل الثاني يا هندسه عمل اللوب بناء على ايه؟ فين اللي هو اف الكولوم الثالث اكبر من الماكس صح كلامك مظبوط. مش قلنا ان الاوكي كده كده بتلف على السطور؟ مش شرط انا احط اي بلس بلس. حلو، هقول لك ليه بقى مش شرط تحط الاي بلس بلس. انت بتلف على مجموعه من الاعمده ولا عمود ثابت؟ لا مجموعه. لا انا بلف على نفس العمود الثالث صح كده ولا لا؟ العمود الثالث. تمام. عارف امتى احط بقى واعمل فول لوب تاني بايديا؟ لو انا عايز الف على عمود. لكن انا لو اللفه بتاعتي بتلف على العمود الثالث بس والعمود الخامس بس، هل محتاج اعمل لوب تاني جوه الاوك؟ لا، ما انا عارف الاعمده اللي انا هلف عليها وكده كده الاوك بتلف سطر سطر. وصلت؟ تمام. مظبوط. اخر حاجه يا اولاد، لو معايا اولاد مجموعه من اليوزرز جايبين درجات ده جايب سالب 20 فاركو لاخوك ابو جبل، ده جايب سالب 10، ده جايب سالب 5، وده جايب سالب 30 فاشل. طبعا ما حدش في الاي تايب يعدي زيرو. حلو كده يا اولاد، انا عايز اجيب مجموع الدرجات دي، هتعمل ايه؟ هتجيب ورقه فاضيه صح؟ وهتقول ايه؟ انا الاول ورقه كان بزيرو، هقول امسك اول واحد واجمعه مع السالب 20 فهيبقى الورقه فيها سالب 20 صح كده؟
صح كده يا اولاد؟ بعد كده همسك اللي بعد هروح مطلع كده على جنب سالب 20 سالب 10 يبقى ما شاء الله سالب 30 واروح ماسح الورقه واكتب فيها سالب 30 فباخد قيمه الورقه القديمه زائد قيمه اليوزر الحالي وبعد كده احطها في الورقه تاني صح كده ولا لا؟ يبقى الورقه هت ايكوال قيمه الورقه القديمه صح زائد اليوزر اللي انا ماسكه وبعد كده احطها في الورقه تاني صح كده ولا لا؟ حد متضايق من الكلام ده ولاد؟ واحنا عايزين نجيب مجموع كل اليوزر اي دي لازم بجمع كده. اتفضل يا حبيبي. وانا كده اكني بجمع برضو. انا بجمع كل اليوزرز اي دي، عايز اجمع طبعا. كل اليوزرز اي دي. تعال نعمل كومنت لده. نفس الكلام هعمل فاريبل اسمه صم، كل اللي هعمله جوه اللوب مع كل لفه عايز اخد قيمه الصم القديمه زائد قيمه العمود الثالث دلوقتي واحطها جوه صم صح كده ولا لا يا اولادنا؟ واسال نفسي سؤال، انا لو هطبع الصم وسط وانا بلف ولا بعد ما اخلص لف لكل اليوزرز؟ لا بعد ما اخلص. شكرا. فهعمل برنت في الاند صم. لو جيت رديت السكريبت ده اولاد هنلاقيه ضرب في وشي ايرور. ليه؟ علشان في قوس هنا زياده صح. ادي الكيرل براكت بتاع البادي، ادي الكيرل براكت بتاع البيجن، وادي الكيرل براكت بتاع الاند صح كده ولا لا يا اولادنا؟ قبل ال حد كده متضايق؟ فاحنا كده شفنا كل الاستخدامات يا اولاد، شفنا ان احنا نعمل فول لوب جوه الاوك، شفنا نلعب في الاوت سبريتور، شفنا ان احنا نلعب في الاند، شفنا ان احنا نلعب في البيجن، شفنا كل الافكار. الارقام اللي جمعها ده يا باشمهندس اللي في العمود الثالث اللي هي ايه بقى؟ مجموع كل اليوزرز اللي في العمود يعني الثالث بس؟ يعني هو هيعمل كده، هيمسك الرقم 0 زائد 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد كده، فاهم؟ وصلت؟ تمام يا باشمهندس زي الفل. طيب عندي كام فكره كده لطيفه يا اولاد. بصوا كده، قال لك ساعات عشان بقى ممكن تحتاجوها في البروجكت، قال لك بص ساعات انت ممكن تعمل كده، بص اوك برنت دولار زيرو ايه ده يا ولاد؟ ده ايه الشكل اللي احنا عاملينه؟ افرض انت مش عايز تدي الاوك فايل، عايز تديله كلمه او فاريبل وتبتدي تشتغل عليها. يعني مثلا انا اديته كده اولاد تست كولوم احمد، ورحت جيت وقلت له ان السيبريتور بتاعك هيبقى الكولوم، قلت له اطبع لي العمود الثاني كده، هيطبع لي ايه يا اولاد؟ يا شاشه واقفه يا شباب ولا عندنا بس؟ عند كل الناس يا اولاد؟ لا شغال. طيب انا هو مستني شويه عقبال ما تشوف. يبقى الثلاثة أكبر مني دي يا أولاد إيه؟ إن أنت بدل ما بتدي الأوك بدل ما بتدي الأوك يا أولاد فايل، بتدي له تكست أو بتدي له فاريبل كإنبوتس. حلو؟ طيب يعني أنا ممكن أعمل فار كده يا أولاد بي إيكوال واعمل كده علامه الدولار فار، حط قيمه الفاريبل
وصلت كده اولادنا؟ طيب في ايه تاني في الاوك ممكن تستخدمه في البروجيكت؟ افرض انت مدي الاوك فايل، حلو ماشي يا باشا، مدي الاوك فايل وفي فاريبل هنا هو بتاع التست، وانت مدي الاوك مثلا وليكن سلاش اي تي سي سلاش باس، حلو كده اولادنا، وانا عايز في فاريبل بتاع الفار ده عايز اخده جوه الاوك، وانا كده كده الاوك واخده فايل، عليك هتستخدم اوبشن اسمه داش بي، هتستخدم اوبشن الداش بي، الداش بي ده هتاخد فاريبل من من حاجه فوقيك جوه الاوك جواك، وصلت كده؟ حد كده متضايق؟ معلش يا باشمهندس، يعني هعمل ايه بالظبط؟ هتستخدم الداش في، ما انا مش هحلها عشان دي حل في البومس. لا المطلوب طيب ايه بالظبط؟ المطلوب لو انت في فاريبل متعرف قبل الاوك فانت مش هينفع تستخدمه جوه الاوك، صح؟ لان ده سكوب وده سكوب، فانا عايز استخدم الفار ده جوه الاوك، هتستخدم اوبشن اسمه داش في. تمام وصلت؟ ماشي. شوف بقى الاوك مع الداش في تعمل ايه، تستخدم external variable من بره الاوك جوه. هنت right. كلام جميل لغايه هنا، دي كده افكار كلها بتاعه الاوك. طيب والنبي بقى ايه هتجيب لي العصب انت في اللاب؟ هتبقى قاعد لي سرحان في المحاضره اصلك ومش حاضر معايا المحاضره، واخد بالك؟ وتيجي تعمل لي كده بقى في اللاب؟ او كده هتجيب لي العصبي بقى. انا اعرف كده ان انت جوجل ايت على طول، حلو؟ لا انا مش عايز كده، الكلام ده هو 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 الكلام ده اوك صح ولا لا؟ نفس السطر ده هو هو الاوتبوت بتاع السطر ده، بس انا عايز الكود يبقى ريدابل، عايز تكتب الاثنين ما فيش مشكله، بس لازم تكتب لي اللي احنا بناخده في المحاضره علشان يكون الكود ريدابل، ما تقوليش ده هو اصغر واسهل واجمل والكلام الهبايز ده بتاعكم. ماشي يا باشا، هيتقالت في المحاضرة عشان اي حد هيحل اللاب بالطريقة دي ما يزعلش بقى. عدنيش العيب، يبقى ده ايه قاعد بايه؟ قاعد في الملكوت بقى مش بيحضر المحاضرة اصلا. حد كده متضايق؟ لا تمام. طيب ناقص لنا حتتين صغيرين، ناقص لنا حتتين صغيرين خالص ويبقى خلصنا النهاردة. اقولهم بسرعه عشان انا ايه فاضل لي تيكا سيكا واموت حرفيا اكلينيكيا. السلام يا باشمهندس. في كوماند اسمه سبليت، في كوماند اسمه سبليت، كوماند سبليت ده ايه؟ تعال نفتح فايل تيست ده نمسح كل الكلام ده. يا عم تعال يا عم تعال، بص يا اولاد بقى كوماند سبليت ده يعمل ايه؟ كوماند سبليت ده سبليت ومثلا هتديله سلاش اتسي سلاش باسورد، وهتقول له ان انت جوه ميوزك جوه تيست.
هتدي له مثلا هنا داش ال 10 مثلا. بصوا كده اشرحوا لي تخمنوا ايه اللي هيحصل. زعلان دي اقول لكم ايه سهل يا اولاد. لو عملت سبليت داش ال 10 سلاش تي سلاش باسورد عمل لي اكس اي اكس بي اف سي سي وهكذا. لو انا اديته سلاش تيست وكتبت له مثلا وليكن مينا ومسحت كل الكلام ده عمل لي مينا اي اي مينا اي بي مينا اي سي مينا اي دي. تفتكروا ايه ده؟ ايه الفايلات دي يا اولاد؟ دي خدع كوبي طيب. لا راح قسم السلاش اي تي سي وخد اول 10 سطور حطهم في مينا اي اي، ثاني 10 سطور حطهم في مينا اي بي، ثاني 10 ثالث 10 سطور في مينا اي سي، ثالث رابع 10 سطور وهكذا، خامس 10 سطور هكذا يا اولاد صح؟ لو انت عايز تغير بدل مينا ايه ايه عايزها ارقام هتكتب داش ديجيتال داش دي هتبقى مينا 00 مينا 01 الكلام ده. وصل كده يا اولاد؟ وانت بتقول قسم ايه هندسه؟ هيمسك السلاش تي سي سلاش باسورد هندسه، هياخد اول 10 سطور فيه ويحطها في مينا ايه ايه، ثاني 10 سطور في مينا ايه بي. وصلت؟ عشان انت قايل له هنا داش ال 10. صح كده ولا لا؟ تمام. هو كده قسم الكونتنت اللي جوه الفايل دوت قسمه على حسب العدد السطور اللي انا عايزه. صح، هياخد الفايل ويقسمه لك المجموعه من الفايلات على حسب عدد السطور اللي انت اللي قايل له عليه. طيب عموما يعني الحته بقى الاولانيه اللي هي بتاعت الريفيجن بتاعت اللينكس حاجه سهله خالص يعني اللي احنا اخدناه. طبعا بيشرح لك هنا اللينكس جه ازاي، فقال لك انه كان في اوبريتنج سيستم يونكس معمول من بيل من بيل لابس وابتدى يتنشر هذا الاوبريتنج سيستم لغايه ما بقى كلوزد وضرب الاوبن سورس على قفاه. فابتدى ريتشارد ستولمان يبتدي يعمل المنظمه بتاعت جينو ويبتدي يعمل هو الديستريبيوشن بتاعته بتاعت اللينكس هو ولينوس. بعد كده قال لك ان انت لازم تبقى عارف الدايركتري هيراركي، ان السلاش جواه كل حاجه موجوده جوه الاوبريتنج سيستم، السلاش بين الكوماندز، سلاش او بي تي البروجرامز، سلاش بوت البوت لودر والكيرنل، السلاش روت الهوم دايركتري بتاع الروت، السلاش ديف ديفايسز، سلاش اس بين السوبر كوماند، سلاش اي تي سي كونفيجريشن، السيرفيس سيرفيس، الهوم كل الهوم دايركتري بتاع اليوزر، التمب كل التمب فايل، اللب لايبراري والميديا والام ان تي ماونتنج والفار كل اي فاريبل اي فايل هيبقى الفاريبل السايز بتاعه متغير بشكل كبير. واتفقنا ان سلاش يوزر سلاش بن هي السلاش بن لان دول سوفت لينك عليه. طبعا البي دبليو دي بيجيب الكرنت دايركتري. لحد مش فاهم اي حاجه اولاد من اللي انا بقوله يقولوا ما فيش مشكله نعيده تاني مع بعض. انا بقول بسرعه بس عشان انتوا سمعتوا الكلام ده قبل كده محدش يبقى زهقان يعني، لكن لو في حد ناسي الكلام ده نقوله تاني. البي دبليو كرنت دايركتري يا اولاد، السي دي بيرجع خطوتين لورا دوت دوت سلاش دوت دوت خطوتين لورا، السي دي هيروح للهوم، السي دي داير 1 هيروح لداير 1 ولازم يكون داير 1 ده موجود في المكان اللي انا واقف فيه دلوقتي، السي دي دوت دوت سلاش داير 2 ده هيرجع خطوه لورا ويخش جوه داير 2. طيب الريدايركشن والبايب لاين، الريدايركشن ان انا اغير الانبوتس والاوتبوتس، الستاندرد انبوت والستاندرد اوتبوت والستاندرد ايرور. عندي الستاندرد انبوت بيرمز برمز 0، الستاندرد اوتبوت 1، الستاندرد ايرور 2. اخدنا احنا كونسبت الكات ده في اللينكس يا اولاد، فاكرين لما عملنا وقلنا ان انا لو ما اديتش الكات انبوتس فانا كده اي حاجه هدخلها اطبق. عايز ثانية واحدة بس يا اولاد الأذان يخلص ونكمل. ثانية واحدة احنا بنفهمش خلاص.
يلا نكمل يا اولاد. تمام يا باشمهندس. طيب فكنا قلنا اولاد لو الكات ما خدتش انبوت من اليوزر سوري ما خدتش انبوت كفايل، قلنا كده الكات هتاخد الانبوت من الكيبورد واي حاجه هتكتبها هتتبع صح. قلنا لو عملنا كات ريدايركشن مثلا جوه ميوزك فايل اكس كده اولاد اللي انا بكتبه هيتخزن فين؟ كده الانبوت بتاعي من الكيبورد بس الاوتبوت هيروح على الفايل ده صح كده ولا لا؟ فاكرين الكلام ده يا اولاد؟ دلوقتي لو انا عايز اسيب الكلام ده هعمل كنترول دي، وساعتها قلنا ممكن تسال سؤال في الانترفيو يقول لك ايه؟ يقول لك ازاي باستخدام الكات تكريت فايل تكريت فايل، فهتقول كات ريدايركشن اوتبوت علامة تروح كاتب الباص بتاع الفايل وتبقى بتاخد كده الفايل بتاخد سوري الانبوت بتاعك من الكيبورد وتروح تحطه في فايل. حد كده متضايق؟ لا تمام. طيب قال لك لو انت عملت علامة الدولار علامة سوري الاصغر من او زيرو اصغر من فهي هي، واتفقنا ان معظم الفايلات يا اولاد او سوري معظم الكوماندات ما بقتش اصلا تاخد الكلام ده، بقت باي ديفولت هي بتاخد الكلام ده من الفايل عادي. يعني انت عايز تروح تطبع سلاش اي تي سي سلاش باسورد مش لازم تروح تعمل علامه الاصغر من دي او زيرو اصغر من صح. اتفقنا ان معظم الكوماندز 99.9 من الكوماندز بقت بتاخد الديفولت بتاعها من الفايل عادي صح كده ولا لا، من غير ما تعمل ريدايركشن صح. طيب لو عايز تعمل ريدايركشن للاوتبوت وتعمل اوفر رايدنج هتعمل اكبر من او واحد اكبر من، لو عايز تعمل ابندنج للاوتبوت في فايل هتعمل 2 اكبر من او 2 اكبر من يعني علامه او 1 2 اكبر من علامه، لو عايز تعمل ريدايركشن للايرور هتعمل 2 اكبر من، واتفقنا ان سلاش ديف سلاش نال دي نرمي الايرور في الزباله. تفتكروا اخر سطر ده معناها ايه يا اولاد؟ مش فاكر انتوا كنا جربناها معاكم ولا لا او ما كانتش شغاله، رحت عملت سيرش عليها واديتها لكم، شكل انتوا جروب ده ولا جروب تاني كده. انا باخد الاوت يا اولاد كده، انا باخد الاوت واحطه في فايل نيم، بعد كده باخد الايرور واحطه في نفس الفايل الاولاني، فكده بحط الايرور والاوت في نفس الفايل يا اولاد. وصلت؟ لاحظ هنا ان الاند مش معناها باك جراوند. طيب البايب لاين قلنا بنعمل ايه يا اولاد؟ في البايب لاين بناخد اوتبوت الكوماند الاولاني وندخله كانبوت للكوماند الثاني، فعملت هو wc-l انا كده بعرف كم يوزر عامل لوجن دلوقتي. دي فكره لطيفه. احنا قلنا ال ls-f يا اولاد بتعمل ايه؟ حد فاكر؟ بتعمل لستة وتجيب لي التايب في الاخر صح؟ لو انا عملت كده اولاد وعملت كده جريب ات يبقى جاب لي اي حاجة شورت كات موجودة جوه السلاش صح كده ولا لا؟ طب لو عملت كده يبقى هيجيب لك كل الديريكتريز، طب لو عملت كده هيجيب لك كل الاكسكيوتابل فايل صح، لان اي اكسكيوتابل فايل هيبدا هينتهي بسلاش سوري اي اكسكيوتابل فايل هينتهي بالاستريك، اي دايركتور هينتهي بسلاش، اي شورت كات هينتهي بالات، لان ال ls ده شيف هي اللي بتعمل كده صح كده ولا لا؟ حال طيب كوماند ال بي ده بيروح للبرنت، فلو عملت هيد داش 10 تل 3 فانا كده هاخد 8 و9 و10
واوديهم على كوماند البرينتر اللي هو ال ان بي. بعد كده بشرح لك البروسيس وان يعني ايه بروسيس، وان بروسيس هي عباره عن شيل او كوماند او ابلكيشن شغال دلوقتي. كل بروسيس ليها البروسيس اي دي، وكل بروسيس ليها البيرنت. لو انت عايز تليست كل البروسيس بي اس داش اي اف هتجيب لك البروسيس اي دي والبيرنت اي دي وكل المعلومات عن البروسيس. لو انت عايز تسيرش على بروسيس فهتستخدم البي جريب او بي اس داش اي جريب ال بي. عندي اكتر من سيجنال للبروسيس، الترمينيت والكل والستوب والكونتينيو. عندي 64 سيجنال، الترمينيت 15 والكل 9. علشان ابعت سيجنال للبروسيس فبقول كل واعمل داش اسم السيجنال واكتب البروسيس اي دي. عندي بي كل كانت بتبعت لكل البروسيس سيجنال بنفس الاسم، بدل ما تكتب البروسيس اي دي بتكتب اسم البروسيس وبتبعت لها سيجنال لكل اسامي البروسيس دي. طبعا انا ممكن ارن البروسيس بتاعتي في الفور جراوند او الباك جراوند او اخليها ستوب. لو عايز ارنها في الباك جراوند فهعمل علامه الاند في الاخر عشان اخليها ستوب، ده هعمل كنترول زد. بعد كده عايز ارجعها تشتغل في الفور جراوند فهعمل جوبس الاول فاعرف رقم الجوب اي دي. بعد كده هعمل اف جي برسنتج 1 تشتغل في الفور جراوند. لو عملت كنترول زد وعايز اشغلها في الباك جراوند فهعمل بي جي علامة برزنتش 1. حد كده عنده اي مشاكل يا اولاد؟ وزي ما اتفقنا ان سبليت بيقسم الفايلز بتاعتي، الديف بيكمبير اكتر من فايل اخدناه برضك في لينكس 1 فادمن 1. كوماند اللاين ده يا اولاد كوماند ما بقاش مستخدم دلوقتي، ولكن هو الكوماند الوحيد اعتقد يعني على قد علم يعني هو ما بقاش موجود دلوقتي في اوبنتو تقريبا، لكن هو الكوماند الوحيد اللي كنا لازم نعمل الريدايركشن للانبوت. كنت لازم تعمل كده يعني يا اولاد، وصلت؟ ولكن دلوقتي اعتقد هو مش شغال اصلا حتى. وصل كده يا اولاد؟ حد كده عنده اي مشاكل؟ كده احنا خلصنا تمام. شكرا. هرفع لكم النوتس وهرفع لكم اللابس واللكتشرز كلها في ملف اسمه فولدر اسمه باش على تيم.